Senhor telefone pois que a flagração entrou conta mas se a naquele evangelho entrará nos nós ستر سمان انجيل المقدس فصل من الانجيل من بشارة معلمنا ماري متى البشير والتلميذ الطاهر بركاته Jesus, 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 في وسط صبايا ضربات بالدفوف في الكنائس بارك الله والرب من ينبي إسرائيل الليلويا مبارك الاتي باسم رب إله القوات ربنا وإلهنا مخلصنا ملكنا كلنا ربنا يسوع المسيح ابن الله الحي الذي له المجد الدائم الى الابد امين وفيما كان يسوع في بيت انيا في بيت سمعان الابراص جاءت اليه امراه ناقه وطيب كثير الثمن فسكبته على راسي وهو متكئ فلما رأى تلاميذ ذلك تقمقموا قائلين لماذا كان هذا الإتلاف لأنه كان يمكن أن يبادر بكثير ويعطى للفقراء فعلم يسوع وقال لهم لماذا تتعبون الغرى فإنها قد عملت بي عملا حسنا لأن الفقراء معكم في كل حين وأما أنا فلست معكم في كل حين لأن هذه قد سكبت هذا الطيب على جسده تكفيني الحق أقول لكم حيثما يكرز بهذا الإنجيل في كل العالم يخبر أيضا بما فعلته هذه المرأة تذكار الله القدس الواحد امين. اليوم الثاني من نهضة قدسنا العظيم الانبا بولا اول السواح بركة كبيرة جدا جدا بنستنى النهضة دي كل سنة وطبعا انا صغير جدا ان اقدم ابونا انجيلوس ابونا كلنا ابي خصوصا يعني اعرفه من الثمانينات لما كنت بدرس وتعلمنا منه كتير خالص وربنا يديله الصحة والعافية يبارك كل كنيسة يروحها مش قادر اقول اكتر من كده كلنا عارفينه وكلنا بنحبه ونطلب من ربنا يسوع المسيح ان يعطيه كلامنا نفتح الفم عشان ربنا يعزينا بالتعزيه المشتركه. تفضلوا وتسيبونا.
بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين. المجد للاب والابن والروح القدس الان وكل اوان والى ظهر الدهور كلها امين. انا عايز اسالكم سؤال. لو قلت لكم احسن فضيله نتعلمها من القديس العظيم الانبا بولا اول السواح هي فضيله ايه؟ الطاعة. سامح أخوه. ها؟ الصبر والاحتمال. الصبر والاحتمال. الصلاة. أنتوا هتطلعوا كل الفضائل يعني. هو طبعاً كل الفضائل موجودة في أنبا بولا. بس يعني الفضيلة الأولى اللي حركت أنبا بولا واللي يعني طلع بيها كده طلع في السلم بتاع الفضائل ديت، انا الحقيقه لما قعدت افكر قلت ما فيش فضيله اكتر من فضيله المحبه اللي اتحلى بيها الانبا بولا واللي قدرت انها تاخده وتوصله للمستوى اللي وصل ليه. وزي ما سال السيد المسيح ايه هي الفضيلة الاولى والعظمى في الناموس؟ قال هي المحبة، تحب الرب الهك من كل قلبك ومن كل فكرك ومن كل قوتك، والثانية زيها تحب قريبك كنفسك. وبالتالي قال الوصيتين دول بتكمل الايه؟ بتكمل الناموس. يعني يبقى الوصيتين بتوع المحبة زي ما بنسميهم دايما وصية افقيه وصيه راسيه. الوصيه الافقيه دي اللي هي محبتنا لبعض، وصيه راسيه اللي هي محبتنا لربنا، الاثنين بيعملوا صليب وبيوصلوني للايه؟ بيوصلوني للمستوى اللي انا نعيش او ندخل او نكمل كل الوصايا اللي ربنا عطاها لي. عشان كده معلمنا بولس الرسول يقول يا جماعة غاية الوصية هي ايه؟ هي المحبة من قلب طاهر وضمير صالح. المحبة من قلب طاهر وضمير صالح، ده غاية الوصية في الكتاب المقدس كله، انها توصلني ان انا يبقى عندي محبة من قلب طاهر وفي نفس الوقت من ضمير ايه؟ من ضمير صالح. عشان كده تلاقي القديس أغسطينوس قال تعبير جميل كلنا عارفينه، قال حب ربنا وافعل ما ايه؟ ما شئت. احب ربنا واعمل اللي انت عايزه، لان ساعة ما هتحب ربنا هتعمل كل حاجة ايه؟ كل حاجة صح وكل حاجة كويسة. وطبعا انا عايز اقول لكم النهاردة ان احنا ساعات بنحكي حكايات القديسين او سير القديسين يعني كده يعني ببساطة، اخوه طالع وهو قابله وبعدين متخانقين على الميراث وقال له لا يا اخويا خد كل حاجة وساب له كل حاجة. مش دي يا جماعة عملية مش سهلة، دي عملية يعني لولا ان انبا بولا يعني مشحون بطاقة محبة غير محدودة مش ممكن كان يقدر يوصل لان هو يكمل او يوصل المحبة او يوصل ان يوصل لان هو يتعامل مع اخوه بالطريقة او بالمستوى دهوت. عشان كده لما تسأل معلمنا بولس الرسول تقول له بولس ايه رأيك في المحبة؟ يقول يا جماعة لو كنت بنتكلم بالسنة و عارف جميع الأسرار وكل علم وكان لي كل الإيمان عشان ننقل الجبال ولكن ليست لي محبة فلست شيئا. لو كنت بنعمل معجزات وننقل الجبال ولكن ما عنديش محبة يبقى أنا ولا حاجة. يحكوا قصة كده جميلة عن القديس العظيم أب البرية اللي هو
اعتاد الانبا بيما ان هو يجمع الناس كل ليله ويحكي لهم او يكلمهم عن ربنا او يحكي لهم قصه من القصص. وبعدين في الليله ديت كان فيها راجل بياع سمك من ضمن الناس اللي بيحضروا مع انبا بيما. فانبا بيما قال له لازم انت الليله تكلمنا عن حاجه وتحكي لنا عن حاجه. فالراجل يعني حس ان الحكايه صعبه عليه، لكن من اجل الطاعه قال انا هنحكي حكايه. ايه الحكايه؟ قال كان في واحد ليه ثلاثة اصحاب، وكان عنده جاله استدعى ان يروح يقابل الملك. فراح لاول صاحب وقال له يا صاحبي تعال معايا نروح نقابل مين؟ نقابل الملك. قال له بص انا ماليش في الموضوع ده، لكن عشان خاطرك انا هنمشي معاك لغايه نص السكه ونرجع ونسيبك. راح لصاحبه التاني وقال له يا صاحبي انا عندي مشوار نروح نقابل الملك، ممكن تيجي معايا؟ قال له يا سلام انا نيجي معاك بس لغايه باب الملك وايه ونسيبك ونرجع. راح لصاحبه التالت قال له يا صاحبي ممكن انا عندي استدعى اننا نروح نقابل الملك، ممكن تيجي معايا علشان نروح نقابل الملك مع بعض؟ قال له يا سلام انا هنيجي معاك وندخل كمان معاك لغاية حضرة الملك. ففرح الراجل ده بصاحبه ده هو وقال له تعالى معايا وخده معاه. وبعدين سأل صياد السمك مين الثلاثة دول؟ قال لهم أول واحد هو المسك والصوم اللي ممكن قال عنه معلمنا بولس الرسول إن سلمت جسدي حتى احترق ولكن ليس لي محبة فلا أنتفع شيئا. ومثل كلنا عارفينه في الكتاب المقدس لما جت إيزابل الملكة عشان تتخلص من مين؟ تتخلص من مين يا جماعة؟ ها؟ نبوت الإسرائيلي. أعلنت إيه؟ أعلنت عن صوم. قالت كده لأخاب الملك ما يهمكش، إحنا يعني نخلص لك الموضوع، هنعمل لك صوم وبالصوم ده نخلص على إيه؟ على صاحبنا دهوت. طبعا ده كان إصرار منها على إنها تقتل نبوت الإسرائيلي. طب ما هي الست دي بتعمل إيه؟ مسك صيام، مفيش بعد كده. فممكن النسك او الصيام ما يوصلنيش للملكوت، ما يوصلنيش لربنا. ممكن الصديق الثاني اللي هو القداسه اللي بدونها لا يعاين احد الله، من غيرها ما حدش يقدر يشوف ربنا. فده ممكن تاخدني لغايه الباب وتقول لي كفايه عليا لغايه كده لان انا وصلتك لغايه الباب. ولكن الصديق الثالث اللي هو بيوصلني لغايه الملك من جوه هو المحبه. هو حبني اولا وبعد كده دعاني ان انا نحبه. ولو انا فعلا عندي المحبه ليه هندخل ونتمتع بالملكوت ونبقى موجود حوالين العرش وموجود كده فرحان بالوجود في السماء. ففرح الانبا بيما اول بالقصه ديت واعتبر ان دي تعليم مش انسان بسيط، لكن ده تعليم بتاع واحد ايه؟ بتاع واحد فيلسوف، مش مجرد شخص كان شخص عادي بيعلم وخلاص. من اجمل حاجات عن المحبه انها اخر وصيه اعطاها السيد المسيح للتلاميذ. قال لهم ايه؟ قال لهم وصيه جديده اعطيها لكم ان تحبوا بعضكم بعضا. وقال لهم حاجه تاني،
أنا عايز الناس تعلمكم بالمحبة، بهذا يعرف الناس أنكم تلاميذي إن كان فيكم حب بعضكم لبعض. يبقى دي العلامة اللي هتميزكم وتخلي الناس كلها تعرف عنكم إن أنتوا تلاميذي، إن أنتوا تعيشوا بروح الوصية وتعيشوا بالمحبة، وساعتها الناس كلكم الناس كلها هتشاور عليكم وتقولوا فعلا دول تلاميذ، تلاميذ المسيح اللي أحب العالم كله وبذل ذاته من أجل خلاص البشرية كلها. كلنا عارفين القصة بتاعت إيه؟ بتاعت عنقود العنب. عارفين قصة عنقود العنب؟ لما جاء كده الأخ أو الراهب المسؤول عن إنه ياخد باله من العنب ومن الزراعة، وبعدين لقى كده عنقود عنب بدل لو واحد كده يعني لقاه يعمل إيه؟ يقول ده بتاعي، يعني ده أنا اللي تعبان في الزراعة وأنا اللي بنعمل وأنا اللي بنخلي. قال لك لا، ده بتاع مين؟ بتاع أبونا فلان الراجل العجوز المسن اللي محتاج لأي حاجة علشان إيه؟ تديله شوية طاقة وتديله شوية صحة. وكلنا عارفين إزاي لف العنقود حوالين رهبان، كل راهب يفكر في راهب تاني ويقول أنا إيه؟ أنا الأبونا فلان هو اللي محتاج للإيه؟ محتاج لعنقود العنب. وفي الآخر رجع تاني العنقود زي ما هو، وعشان كده بيعتبروه عنقود المحبة اللي يضمن استمرارية الرهبنة في الأديرة، لأن اجتمعوا بالمحبة وكل واحد فيهم عايش بفكر مقدمين بعضكم بعضا في الإيه؟ في المحبة. فالمحبة آخر وصية أعطاها السيد المسيح لإيه؟ للتلاميذ. المحبة كمان علامة إن أنا اتولدت من ربنا، اتولدت في المعمودية وبقيت ابن ربنا وبقيت ثابت في ربنا. ده شيء طبيعي إن أنا لما نفكر في موضوع المحبة نلاقي نسأل معلمنا يوحنا الحبيب، نلاقيه بيقول كل من يحب فقد ولد من الله، كل من يحب فقد ولد من الله ويعرف الله، ومن لا يحب لم يعرف الله لأن الله محبة. شايفين يا جماعة؟ اللي يحب ده اتولد من ربنا ويعرف ربنا، وفي نفس الوقت اللي ما بيحبش ما بيعرفش ربنا لأن الله محبة. ونلاقي نفسنا علشان نشابه أبونا السماوي ونشابه السيد المسيح لازم يبقى فينا المحبة. وعشان كده تبص تلاقي كل تصرفاتنا وكل الحاجات اللي نعملها لازم يبقى فيها المحبة. وبالتالي تلاقي يوحنا يقولك بهذا أولاد الله إيه؟ ظاهرون. بطريقة المحبة هيبقى أولاد ربنا ظاهرين. وقال كمان من يثبت في المحبة يثبت في إيه؟ يثبت في الله. يبقى المحبة علامة ولادتي من ربنا، الثبات في المحبة علامة ثباتي في الله، في نفس الوقت إن أنا كل ما نبقى عايش المحبة الناس تبقى شايفة فيا، يبقى أنا شايفين فيا إن أنا ابن ربنا. مهم أوي إن أنا المحبة اللي نعيش فيها زي المحبة اللي عاش فيها عم بابولا تبقى محبة حقيقية. وبالتالي تبص تلاقي المحبة ديت إيه؟ فيها ممتزجة بالطهارة، ومن جانب تاني تلاقي الأنا اختفت من الإيه؟ اختفت من المحبة وما بقتش موجودة. وبالتالي تلاقي معلمنا يوحنا الحبيب يقول ايه؟ ليس لأننا نحن أحببنا الله، بل أنه هو أحبنا وأرسل ابنه كفارة لخطايانا. مش أنا عشان حبيت ربنا، أنا ما حبيتش ربنا الأول، ده هو اللي حبني وبعت ابنه ايه؟
كفارة للخطية بتاعتي، ولما يجي ربنا ويحبني ويبعث ابنه كفارة للخطية بتاعتي، يبقى أنا بعد كده نبقى مشغول ونبص على السيد المسيح ونبتدي نعيش بالمحبة ليه. وزي ما قال للتلاميذ: كما أحببتكم أنا تحبون أنتم أيضا بعضكم بعضا. زي ما أنا حبيتكم عايزكم تحبوا بعضكم بعضا. ويقول كده يوحنا في إصحاح 13: إذ كان قد أحب خاصته الذين في العالم حتى المنتهى. خدوا بالكم، ما فيش محبة نص نص، ما فيش محبة ايه يعني انا نحبه يعني اهو يعني بنسير كده الدنيا معاه وبمشي حالي معاه، يعني انا مش مخصمه يا ابونا، انا مش يعني ما بنكرهوش يا ابونا، انا يعني ونقعد بقى نقول انا يا ابونا. طب ما يا جماعة يا ابيض يسود، ما فيهاش اصل المحبة ايه، ما فيهاش نص نص، ما فيهاش يعني حتة كده يعني جوي، لا هي ابيض يا اسود. عشان كده تلاقي معلمنا يوحنا يقول لك: انا عايز نقول لكم يا جماعه ان هو حبهم، حبهم اولا، وهو لما كان قد احب خاصته الذين في العالم احبهم الى الايه؟ الى المنتهى. هو دي المحبه اللي جت في شخص السيد المسيح، واللي يجب ان احنا نحب بعضنا بعضا بالمستوى دوت، ويبقى ده الحق اللي ظهر فينا، ودي الصورة اللي احنا نعيش بيها. علشان كده مهم قوي ان انا لما نعيش في حياتي مش مجرد ان انا نأنب حد تاني ونعيش في ادانة للاخرين، لا، المحبة تستر كسر من الخطايا، وتبقى المحبة هي دي اللي انا عايز نعيش فيها. يبقى انا هنعيش في محبة حقيقية، هنعيش في محبة فعلا تديني ضمان ان انا مولود من فوق، وان انا ابن لربنا، وان انا ثابت في الله. هنعيش في المحبة اللي تديني ان انا نبقى انسان حاسس ان دي اهم واخر وصية اعطاها ربنا للتلاميذ، وعشان كده نبقى انا عايش بيها ومتمسك بيها، وحاسس كده ان السيد المسيح كان بيختم الخدمة بتاعته باهم وصية يقدر يديها للتلاميذ. وفي نفس الوقت نفتكر دايما المحبة اللي حدخلني للملكوت. خد بالك ان المحبة لها صفات جميلة. اول حاجة المحبة لها قوة عجيبة قوي، يعني قوة المحبة ما تنهارش بسرعة. مش بنحب فلان كده واول ما حاجة تيجي يعني خلاص بقى نعمل ايه، ما انا كنت بنحبه وانتهت. لا، زي ما بيقول كده في كورنثوس الاولى: المحبة قوية كالموت، مياه كثيرة لا تستطيع ان تطفي المحبة، والسيول لا تغمرها. ويقول المحبة لا تسكت ابدا. يبقى المحبة قوية كالموت، المحبة مياه كثيرة ما تقدرش تطفي المحبة، والسيول ما تغمرهاش، والمحبة لا تسقط أبدا. الموضوع بتاع المحبة ما يبقاش مجرد شكليات، لأن دي زعلت ربنا قوي زمان. ربنا قال لشعب بني إسرائيل على لسان إشعياء: قال هذا الشعب يكرمني بشفتيه، لكن قلبه إيه؟ قلبه بعيد عني خالص. طب وانت يا ربي عايزني نعيش بالمحبة دي؟ قال لا، انا لو عشت بالمحبة دي انا عايز نقول لكم ان انا ما عدتش بنحب يعني لا
ما تجوش تعني ليا بتقدمها باطلة ولا رؤوس شهودكم وآياتكم وبغضتها نفسي صارت علي ثقلا. يعني كأن ربنا مش عارفش نستحمل حتى الصلاة وحتى الأعياد وحتى الذبايح، لأنها مجرد إيه؟ مجرد شكليات أو أمور شكلية. لكن المحبة الحقيقية هي محبة قوية تبعد عن الشكلية وتعيش في قوة مستوى تاني، حتى إنها تبقى ما فيش حاجة أبدا تهزها أو توقعها. يحكوا عن أب كده شيخ كان عنده درة غالية قوي، وكان عنده 3 من ولاده، فقال نعمل اجتماع للثلاثة ولادي دول ونسألهم سؤال كل واحد لوحده، ونقول له ايه اكبر عمل عملته في حياتك يعني تحس انه عمل عظيم يعني بيرضى ربنا. فجاب اول واحد وسأله، قال له انا عشت في بلد بعيدة وقابلت راجل غني قوي، والراجل الغني ده اعطاني ثروة كبيرة اتمنى عليها، وانا يعني كنت امين على الثروة دي للمنتهى لغاية ما رجع تاني وسلمت له كل ثروته واعطيتها له مرة تانية. فقال له يا ابني انت عملت حاجة كويسة، لكن ده حاجة كل الناس بتعملها. دخل الابن الثاني وقال له يا ابني ايه اللي انت عملته في رحلة حياتك؟ قال له انا كنت ماشي جنب شط البحر وسمعت صوت صريخ عيل بيصرخ ويقول انا بنغرق، فطلعت نجري بهدومي ونزلت البحر وانقذت الطفل ده من الموت. فقال له ابني انت عملت حاجة كويسة، لكن ده برضو كل انسان عنده قلب فيه رحمة مفروض انه يعمل كده. دخل الابن الثالث فقال له ايه اللي عملته في رحلة حياتك؟ قال له انا كنت ماشي في الجبل كنت مندور على عمل جميل، ولكن فوجئت بألد أعدائي بيرعى الغنم بتاعته، وبعدها لقيته نايم جنب هوة عظيمة وعلى وشك بقى على خلف الهوة وعلى وشك انه ايه؟ ان يقع. فحسيت بنفسي جالي فكرين. فكرة قال لي دي الفرصة الوحيدة اللي تتخلص منه واللي يعني ينتهي بالنسبة لك، وفكرة تاني قال لي لا، المحبة لا تطلب ما لنفسها. وطلعت نجري وعملت موقف منتهى الشهامة، وجيت واخده في حضنه وشايله وقلت له اصحى اوعى اللي انت هتموت لانك على وشك انك انت تقع في الهوة العظيمة ديت. فقام الراجل وقعد يحضنني ويقبلني، فبص الاب للابن ده وقال له يا ابني انت عملت عمل فعلا تستحق عليه الدور الثمينة، لانك انت عملت عمل ما يقدرش حد عادي من البشر يعمله. عشان تسامح على قد عدو ليك وعشان تنقذه من الموت
ده مش موضوع سهل ولا موضوع اي واحد يعمله ايا كان. عشان كده احبائي المحبة اللي احنا لازم نعيش فيها ولازم نتمسك بيها في حياتنا لازم تبقى محبة لها قوة، والقوة بتاعتها تيجي من انها بتعمل وبتعيش في جانب حقيقي او جانب واضح. تاني حاجة انها تبقى محبة عملية. معلمنا بولس الرسول يقول ايه؟ اسف، معلمنا يوحنا الحبيب يقول لا نحب بالكلام ولا باللسان. امال هيزيد احنا يعني اساتذه في المحبه بالايه؟ بالكلام وباللسان. يا سلام لما الواحد يقابل واحد كده ويقول له كلمتين، ولا واحده تقابل واحده وتقول لها كلمتين، يعني مفيش بعد كده. امال عايز ايه يا يوحنا؟ قال لا يا جماعه، بل بالعمل والايه؟ والحق. لازم المحبه تبقى عمليه ولازم المحبه تبقى حقيقيه، علشان بالطريقه دي تبقى احنا مشينا زي الطريق اللي ربنا عايزه. ايه رايكم في مثل السامر الصالح؟ السامر الصالح عدى الكاهن وسابه، وعدى الله وسابه، وبعد كده جه غريب الجنس عشان ياخده ويدخلوا الفندق ويدفعوا دوهمين ويعملوا بعد كده كل الحاجات اللي محتاجها، ويقول لصاحب الفندق لو سوفت حاجة تاني انا ايه؟ انا مستعد اننا نديلك تاني او نفعلك تاني. هو ده ربنا في محبته، هي دي المحبة اللي احنا لازم نعيش فيها. نحب مش بالكلام ولا باللسان، لكن بالعمل والحق. انا نفسي كده لما نفكر في وصية المحبة ونقول يا ترى لو انا حفظت وصية المحبة انا ما وصلت لفين؟ نبقى حفظت وصايا ربنا كلها. يعني لو انا بنحب ربنا يبقى هنثبت عمليا في حفظ وصايا ربنا كلها، لان ربنا يا ابني اعطني قلبك ولتلاحظ عيناك طوقي، والسيد المسيح يقول انتم احبائي ان فعلتم ما اوصيتكم به، ان حفظتم وصاياي تثبتون في محبتي كما اني حفظت وصايا ابي واتيت واثبت في محبته. والذي عند وصاياي ويحفظها فهو الذي يحبني، والذي يحب الله ويحفظ وصاياه تحفظ ايضا كلمه الكتاب المقدس. وبالتالي يبقى عايز المحبه اللي تخليني نوصل لحفظ وصيه ربنا والتنفيذ الوصيه بمنتهى الامانه قدام ربنا. يحكوا مره عن واحد من التجار يوم الحد كان ماشي بعربيه كبيره متحمله من كل البضايع، ولقى واحد بيوقفه ويقول له حاسب حاسب حاسب، انت مش شايف انت بتدوس ايه؟ الراجل اتخض وحس انه اكيد فيه، هو ماشي بسرعه اكيد داس طفل ولا حاجه. ولما نزل ما لقاش حاجه، قال له في ايه يا استاذ؟ بتوقفني ليه وتخضني ليه؟ قال له انت بتدوس يوم ربنا، بتدوس وصيه يوم ربنا، ودي اهم من اي طفل، اهم من اي حاجه. انت دوست الوصيه الرابعه اللي كسرتها، ولما تكسر وصيه انت بتكسر باقي الوصايا. عشان كده معلمنا يوحنا بيقول
من طال عرفته وهو لا يحفظ ويحفظ سماه فهو كاذب وليس الحق فيه. أما من حفظ كلمته فحقا في هذا قد تكملت محبة الله. الإنسان اللي حيثبت فيه لا يخطئ، وكل من يخطئ لم يبصره ولا عرفه. الحكاية فإن هذه هي محبة الله، أن تحفظ وصاياه، ووصاياه ليست ثقيلة. وبالتالي تلاقي معلمنا بولس الرسول يقول: أما غاية الوصية فهي إيه؟ فهي المحبة. وبالتالي يبقى أنا لما نفكر ونوصل في الوصية نقول أنا حفظت وصية المحبة، نقول لك يبقى أنت حفظت كل الوصايا ووصلت أنك أنت اتملت حياتك من وصية ربنا بكل وسيلة، وعشت المحبة الكبيرة اللي خلاتك حفظت وصايا ربنا بكل ما فيها، وبالتالي وصلت لمستوى أنبا أنطونيوس اللي قال لأولادي في يوم من الأيام: يا أولادي إني لا أخاف الله. واتخضوا كلهم وقال لهم: يا أولادي أنا أحب الله، ومن يحب الله لا يخاف الله. هو بيعيش وصية المحبة، بيحب الخير ويحب يعمل الخير، وما تبقاش الحكاية مجرد كده فضيلة معينة، لكن يبقى مشغول بمحبة الخير وعمل الخير باستمرار. لكن الإنسان اللي هو بعيد عن وصية المحبة ما يعرفش يعمل الخير، وما يقدرش يوصل لأنه يعمل الخير بأي صورة من الصور، وبالتالي يبقى الإنسان ده في الآخر ما قدرش يوصل إن هو ينفذ وصية المحبة. واحد من الآباء قال لابنه: يا ابني أنا هندي لك كسمة سمير، وشايف الباب ده هوت، عايزك كل ما تغلط غلطة تدق مسمار في الايه؟ في الباب ده هوت. فالولد في الأول كان بيدق مسامير كتيرة، شوية بشوية ايه؟ بدأ يعني تقل الأخطاء بتاعته، فبدأ يقل دق المسامير. فرايح مبسوط قوي لابوه بيقول له: يعني انا الحكايه بقت احسن كتير من الاول، انا المسامير اللي عندي ما عدتش بندق منها كتير زي الاول، وبديت يعني نتحكم في انفعالاتي وفي اخطائي، وما عدتش بنعمل غلطات زي قبل كده. فأب اعترف وقال له: طب يا حبيبي ممكن نطلب منك حاجة؟ قال له: اتفضل يا ابونا. قال له: عايزك تروح تخلع كل المسامير ديت وتجمعها تاني. فراح خلع كل المسامير وتجمعها تاني. قال له: ايه رأيك في الآثار اللي عملتها المسامير اللي انت دقيتها في الباب الخشب ده؟ هنعمل فيها ايه؟ الخطية اللي انت عملتها عملت اثر في حياة واحد تاني او انسان تاني، وتركت جرحه في حياته، هنعمل فيه ايه؟ وازاي ان احنا نوصل لهذا الانسان؟ وازاي نوصل ان احنا يعني نصلح الجروح اللي في الباب دي مرة تانية؟ يا ابني اللي انت عملته
في جيبك مش سهل تصليحه. عشان كده خد بالك من هنا ورايح، مش انك انت تقلل دق المسامير، انك انت تمتنع تماما عن دق المسامير، لان كل ما بتدق المسمار كل ما بيسيب اثر، وكل ما يسيب اثر كل ما يبقى صعب تصليحه او صعب ايه الوصول للحالة بتاعته او لان احنا نلاقي له حل. عشان كده مهم قوي ان الواحد كل يوم يفحص نفسه ويشوف يا ترى انا ماشي في سكة المحبة ولا لأ، يا ترى انا ماشي في سكة المحبة ولا لأ، علشان كل ما يبقى انا ماشي في سكة المحبة كل ما انا ما نجرحش حد تاني وما نأذيش حد تاني وما نوجدش جراحات في حياة حد تاني. اوعى تفتكروا المحبة تمشي لوحدها، ده المحبة فضيلة سحبة وراها جيش من الفضائل. عشان كده لما قلنا انبا بولا اول فضيلة اقتناها كانت المحبة، نقول انه عاش في فضائل تانية كتير وقدر ان هو يوصل انه يعيش في حياة في فضائل تانية كتير، لان المحبة بيبقى معاها فضائل تانية كتير. يعني ربنا في يوم الحساب هيفحص جميع الفضائل ويكافئنا على كل ما فيها من حب، يعني مش هيفحص الفضيلة ويدينا عليها، ده هيفحص الفضيلة ويدور على الحب في الفضيلة دي. ولكن اي وصيه اي فضيله بتخلو من المحبه ما يبقاش فيها ايه، ما يبقاش فيها فايده. عشان كده يقول معلمنا بولس الرسول لتصل كل اموركم في ايه، في محبه، لتصل كل اموركم في محبه. وقال عن المحبه انها رباط الكمال، وقال كده الايمان العامل بالمحبه. ونفس الشهداء نفسهم لما كانوا بيقدموا نفسهم للاستشهاد كانوا بيوصلوا انهم لم يحبوا حياتهم حتى الموت، فبدوا يمارسوا المحبة وبذلوا اجسادهم من اجل ايه، من اجل محبتهم لربنا. في نفس الوقت المحبة بيبقى معاها الصلاة، يعني بجانب انها المحبة معاها الفضائل التانية، واي اي فضيلة ما فيهاش محبة ما تنفعش. في المحبة والصلاة، تبص تلاقي الصلاة ديت المفهوم الروح بتاعها هي ايه، هي علاقة او كلام مع ربنا. طب انا لو هنكلم ربنا ده مجرد كلام، ولا هنكلم ربنا ده ثمرة حب ربنا، وانا بنحب نكلم ربنا. علشان كده انا بنقول له ربي فلتدن وسيلتي قدامك ولتدخل طلبتي الى حضرتك. انا ربي جاي لك من قلب مليان محبة، وعشان كده نفس الطلبة بتاعتي تدخل وتلاقي مكان عندك، زي لما دخل العشار وقال لك اللهم ارحمني الخاطي، على طول الصلاة بتاعته بقت ايه، بقت مقبولة وبقت على طول لها نصيب او لها مكان عند ربنا. عشان كده المحبة مرتبطة بالصلاة بطريقة يعني ما مش ممكن توصل او يبقى فيها اي مجال لانها تبقى من غير محبة. المحبة والعطاء، انتوا نفسكم قلتوا عن انبا بولا ايه؟ العطاء. ما هو لو ما كانش انبا بولا عنده محبة لاخوه ما كانش عطاله ايه؟ ما كانش عطاله المال ده كله. وهنا المحبة عبارة عن انها
بتدي وبتعمل كل حاجة ممكن تديها. علشان كده مهم أوي إن المحبة لما تيجي تدي تدي إيه؟ تدي بحب. فلما تيجي تدي بحب يبقى إيه؟ المعطي المسرور يحبه إيه؟ اللي بيدي المحبة يبقى فرحان، وكل ما يدي يبقى فرحان أكتر، ويبقى هذا فرق بين إنسان بيدي المساكين وإنسان بيحب المساكين فيديهم. واحد بيدي علشان يدي المساكين، واحد تاني بيحب المساكين علشان كده بيديهم. عموما فضيلة المحبة عبارة عن دينامو هيشتغل في حياتنا في جوانب كتير خالص، هيوصلنا ان احنا هيوصلنا لربنا، وهيساعدنا ان احنا نعرف ازاي نربط كل فضيلة في حياتنا بالمحبة، وهنلاقي نفسنا عندنا فضيلة الصلاة وعلاقتها بالمحبة، هنلاقي فضيلة العطاء وعلاقتها بالمحبة، وبحيث ان في الاخر مفيش فضيلة هتخلو من المحبة، بحيث اننا كل مرة نبقى عايش بالمحبة لاخواتي او للاخرين، زي ما عاش الانبا بولا لاخوه، يبقى في الاخر يوصل او نوصل اننا نبقى فعلا حبينا ربنا من كل قلوبنا وحبينا اخواتنا كنفسنا، وبالتالي نوصل في الاخر ان احنا ندخل السماء ونورث الملكوت، ونفرح كده زي ما فرح انبا بولا بسمع المحبه، ان المحبه وصلته لايه؟ وصلته السماء ودخلته علشان يتمتع بالمجد مع المسيح. ربنا يدينا نعمة ويدينا بركة الليلة عشان يملأ قلوبنا بالمحبة، وينظف كل عدم محبة جوانا، ويدينا روح الأمانة في محاسبتنا لنفسنا في عدم أي عدم محبة موجود جوانا، ونحس باستمرار إننا عايز نعيش بمحبة كاملة للعالم كله، ويبقى عندي قلب واسع يتسع للجميع ويحب كل الناس، ويوصل في المستوى ان يبقى ما فيش لا فلوس ولا كرامه ولا ذات ولا اي حاجه تقف بيني وبين اي انسان، لكن نعيش بالمحبه كل يوم حياتنا زي ما عاش انبا بولا، ونبقى فعلا ولاد القديس العظيم الانبا بولا اول الصباح. بركة صلاة تكون معانا كلنا لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن. مرنوشتم بن سوتير بما يرمينا غاصوز جين صوف أفشيني.